جمهورنا الكريم، مشاهدينا الكرام عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم بالبرام الثاني للطبعة الثامنة من برنامج ألحان وشباب. بعد ما تعرفنا في الأسبوع الماضي عن طلبة هذه الطبعة، في خلال هذا الأسبوع بدأت المنافسة واشتدت بين 18 طالب، 4 طلاب مرشحين للبقاء أو الخروج من هذه المنافسة في هذه السهرة. صوت واحد أنتم راح تنقذوه محبي ومتتبعي برنامج ألحان وشباب عبر التصويت من خلال هذا الرقم 66025. صوت واحد كما قلت أنتم برك اللي راح ينتقدوه تنقذوه. أما بالنسبة للصوت الثاني راح يتم اختياره من قبل لجنة التحكيم اللي راح منورتنا اليوم، واللي هي الفنانة ندى الريحان، الفنانة كريمة نايت، والفنان حكيم صالحي. وصوتين للأسف مشاهدينا الكرام راح يضطروا أنهم يخرجوا من المنافسة، لكن يبقوا معنا في مدرسة ألحان وشباب. الطلاب اليوم راح يمتعونا بأجمل الأغاني الجزائرية العربية والغربية مع الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ المايسترو أمين دهان. وقبل كل هذا نذكر مشاهدينا أن التصويت لكل من أحلام شمسو شروق ومليك مازال مستمر، وتقدروا تصوتوا لهم بالأسماس على رقم 66 02، عفوا 66 025. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام، المترشح رقم 2 شمسو، المترشح رقم 3 شروق، والمترشح رقم 4 مليك. ألحان وشباب، الطريق إلى النجاح. وانتي سبابي عايشتيني في الدود، حي عليا كل يوم نحيا ونموت، طال الحال ما بغش علي يفوت، رايي رايي بغيتي الكمال وقلتي لي صايي، وانا في عشقك وحدي مبطاي، تهمتيني قلتي داير رايي، اي قلبي اي وعدي. ما ساعدنيش الحظ هذه المره، لا عجبتكم ولا حبيتوني وحبيني نكمل في المسابقة، صوتوا لي ما تنسونيش، رقم تاعي 1. باي باي. بصحتك عمري يا العشق جديد، انتي تهنيتي يا وانا طحت مريض، باه ننساك قلبي ما خلاني، ناشق فيك ويا دلالي، يا نحمل قوح يا واش صرالي، يا تمنيت لك غير الخير. للاسف بعد ليفالياسيون اللي دارته لجنه التحكيم كنت مجمع اللي خرجوا نوميني انت ولا انت، لكن حابين ان شاء الله نكون في المنافسة، ماذا بكم تعاونونا بليز اس ام اس، ما تنسوش نيميرو 2 شمسو. Between us and me you're my and hello from the outside, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it's out there is Lily, doesn't tear you apart anymore. Salut tous mes amis, tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Alors, كما راكم تشوفوا راني نوميني. اذا راكم حابين نبقى في لا كومبيتيسيون ما عليكم غير تصوتوا على النيميرو 3 ونعيد رفاب وصلها معلوم نهمل ما يبقى مهول معرفة الرجال والخيار تنالها معلوم نهمل ما يبقى مهول مازال في اللون جيسبر تكونوا بيان بعد ليفالواسيون تاع المردي لي بروف تاعنا que je respecte décidé باش نكون نوميني et donc على جلال الشي راني معكم باش نطلب منكم شويه لي اس ام اس باش ان شاء الله نعاونوا لا كومبيتيسيون بكم دونك اذا حبيتوا صوتوا على رقم 4 أحلام شمس شروق ومليك راهم عايشين على أعصابهم لغاية ظهور نتيجة التصويت واختيار لجنة التحكيم اللي راح تقيم المشتركين طوال هذه السهرة. أما بخصوص التقييم في الأسبوع راح يكون من طرف أساتذة المدرسة، نرحب بهم كلهم. راح نختار الآن أستاذ طارق قادم. خبرني أستاذ طارق قادم، على أي أساس اعتمدتوا حطيتوا هذه الأربع الأسماء في دائرة الخطر؟ أولا سويلا نحييك، نحيي الجمهور الكريم، نحيي الناس اللي تشوفينا. En ce qui concerne les évaluations، إحنا يعني سيتي با أوسي ديفيسيل كو سا، معناتها مع الأساتذة تاعنا كنا التقييم تاعنا كان مقترب، ما لقيناش دي ديفيكولتي فريمون باش نخيروا لي كات كونديدا باسكو حنا كي نقيموا على دي فاكتور تري بريسي سيكو عندنا لا جوستيس في لا ميلودي عندنا لو ريتم عندنا الحضور يعني تو سكي تكنيك ومن بعد كاين ثاني ان اليمون تري امبورطون لي با نيجليجابل سي بيان لو برايم لي فات بيان سور يدخل فيها ابار سا انا نقدر نقول اني نتمنى لهم يكونوا موفقين في هذا البرايم لي نوميني تاعنا في 4 والجمهور تاعنا يدعمهم كيما لازم وما ننساوش باللي الحان وشباب كونترارمون لي بروغرام الاخرين هو برنامج تاع هوات وهذا سونيكو الدوزيام برايم ونشجعوهم ومازال يزيدوا يتعلموا مازال يزيدوا يتعلموا حتى ان شاء الله نخرجوا بلا ستار تاع ديزيام برايم. شكرا الاستاذ طارق، يعطيك الصحة. وطبعا نصائح كما هذو راح تفيد النومينيز والطلبة اللي راهم جايين باش يتعلموا ويصيروا نجوم الغد مثل نجم سهرة اليوم اللي هو محبوب الشباب. طبعا راح يغني اليوم مع سمير وبدرون، رحبوا بالشاب بلال صغير. من ربي كتبني ليك عرفت تنسى بصح تسئليك موري بتكوني معايا انا صلي وانت يا مورايا نعيش معاك قصة غرام سيت هادير ما فاهم فرحت من ربي كتبني ليك عرفت تنسى وانت إليك موري بتكوني معايا انا صلي وانت يا مورايا نعيش معاك قصة سيتا دير ما فا تستاهلي دير معاك لي بريت فامي كل
نقسم بالله ما نغمك جامي ليلي ليلي وليلي ليلي كان نصير كلمة فوق نبغيك شاك جور عمري نقول هاليك نصفني فيا عليك أحياتي وعطي ربي يا ممتي وانتي الدنيا هادي العيش وإنفان انتي يا مشوال كان نصير فوق نبغيك شاك جور نقول هاليك ساكري في عليك أحياتي عندي ربي يا ممتي وانتي الدنيا هادي عيشوا إيفاق انت يا موش وعيد تسالي دير لقني بريفامي كل صباح أشوفك وتالي يا شكرا نجم سهرة اليوم بلال الصغير اللي راح نشوفوه في الإطلالة الثانية ليه في نهاية السهرة. شكرا مرحبا بك تفضل معنا وراح يبقى معنا بدر وشمس طبعا باش نسمعوا رأي اللجنة في أدائهم. ناخذوا رأي حكيم أستاذ حكيم، هل برأيك راح تشوفهم أنه في المستقبل راح يتميزوا في هذا اللون أو ممكن لازم يغيروه؟ لا لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. انا نقول عندهم ما يغيروا الله يبارك. كانوا في المستوى مع بلال الصغير ما حسيناش يعني واحد اللي
اللي حبط شويه من لومبيونس اللي كانت ولا من الطبقه. كانوا بيان، كانوا تري بيان، يعطيكم الصحه. فوالا، شكرا حكيم صالحي، شكرا لسمير وبدرو. ومثل ما تعرفوا مشاهدينا انه حكيم صالحي عنده اغاني بزاف مشهوره، من بينهم اغنيه صحراوي، واغنيه صحراوي بطبيعه الحال راح تذكرنا بالصحراء. والصحراء وحنا ناس الصحراء نضيفوا ضيوفنا باللاتاي، يا زينه سربي لاتاي لفرقه راينا راي بصوت احلام وشمسو. مانيش عليك لا خنوضوني عينيك يا زينة، قولي لي واه ولا لا لا ولا قطعي لي ليال. حلو لمحنا للدار يا الزينة، والزين الزين، والزين الزين، وساكن الزين يا زين. يا الزينة والفن والراي، والفن والراي خارج من بالعباس. يا الزينة راني مهموم، راني مهموم منك ما جاني لوم. وراه الحب بغاك يا الزينة، مانيش عليك، مانيش عليك، وراني عالروميات يا الزينة، قولي لي واه ولا لا لا ولا قطعي لي ليال. نجمات النجوم كيراني ولا مغروم يا الزينة،
رغم الضغط اللي انتم فيه الا انكم متعتونا في هذه السهره. نروحوا نتعرفوا على راي لجنه التحكيم وهذه المره مع الفنانه ندى الريحان. ندى مساء الخير، وبما انك انت عشتي هذه التجربه من قبل وعارفه انه ستريس يعني العمايل صراحه، خبرينا انت يعني وش هو الشيء اللي يقدروا يديروه باش يتغلبوا على هذا الستريس، واذا كان متغلب عليهم ولا لا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل المشاهدين اللي قاعدين يتبعوا فينا في هذا البرنامج الطيب والجميل. شمس وسلام لكم. صحه، لكن اليوم راح نكون شويه مش قاسيه معكم، لكن صدق اليوم ندى راح تكون ان بو ديريكت في لونسومبل تاع لا شانسون. كي نسمعوا الريتم والايقاع كلش كان ماشي بالضبط، لكن انت عملت عرب شويه في القفله ما قفلتش صح. تا لا 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 تا لا 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 لا، فهمتني؟ وهذه الاغنيه تاع الفرقه الكبيره تاعنا الجزائريه راينا راين، نوجه لهم تحيه في القفله تا لا 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 لا. انت ما راكش تقفل، انت راك في النص تقطعها. مانيش عارف على لو ستريس ولا مي، لازم تركز. عملت في المقطع الاخير درت عملت اون تكنيك، شغل درت عرب بصح في العرب هذوك شويه هربوا لك، فهمتي؟ هذه قلتها لكم المره اللي فاتت، ردوا بالكم كي تكونوا تغنوا ركزوا. انتم ما غير تسمعوا الايقاع تمشوا مع الايقاع على طول، لا لازم تركز. عندك غنية لازم تحط المقامات جوست. هذه بالنسبه لي شمس احلام. الاغنيه حسيتها انه هابطه شويه على طبقه الصوت تاعك. مازال عندك يتغني شغل تيبوج تيبوج ام تي بو. لازم لا، حتى الاغنيه فيها ريتم لكن شويه، فهمتي؟ دونك ركزي بزاف على الصوت تاعك، ركزي. باسكو على بالك كيما قال الحكيم المره اللي فاتت، كي تكوني تغني وتزغدي على المسرح لافا تاعك تغيب لك، فهمتي؟ هذا ما كان باش يتغلبوا على الستريس كيما ندير انا. اول حاجه انكم تركزوا، تقعدوا وحدكم، كل واحد يشد بلاصه ويركز ويتكل على ربي سبحانه، وان شاء الله ما يكون فيها الخير. شكرا ندى، نتمنى لكم التوفيق احلام وشمسو. وانا في رايي الشيء اللي يخلي ستريس هذا يروح على النومينيز، ما عليكم الا انكم تكثفوا التصويت عن طريق الاس ام اس على رقم 66025. متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأس ام اس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام. المترشح رقم 2 شمسو. المترشح رقم 3 شروق. والمترشح رقم 4 مليك. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. ما ساعدنيش الحظ هذه المرة، لا عجبتكم ولا حبيتوني وحبيني نكمل في المسابقة. صوتوا لي ما تنسونيش، رقم تاعي 1. باي باي. للأسف بعد ليفالياسيون اللي دارته لجنة التحكيم كنت مجمع اللي خرجوا نوميني أنت ولا أنت، لكن حابين ان شاء الله نكون في المنافسه. ماذا بكم تعاونونا بليز اس ام اس، ما تنسوش نيميرو 2 شمسو. سالو تو مي زامي تو الموند، جيسبر تكونوا بيان. الوغ كيما راكم تشوفوا راني نوميني، اذا راكم حابين نبقى في لا كومبيتيسيون ما عليكم غير تصوتوا على نيميرو 3. مازال في اللون، جيسبر تكونوا بيان. بعد ليفالواسيون تاع المردي لي بروف تاعنا que je respecte décidé باش نكون نوميني. اي دونك على جلال الشير راني معكم باش نطلب منكم شويه لي اس ام اس باش ان شاء الله نعاونوا لا كومبيتيسيون بكم. دونك اذا حبيتوا صوتوا على رقم 4. التصويت مازال متواصل، واذا مش عاجبتكم النتيجه اكيد راح تقدروا تكثفوها لانقاذ صوتكم المفضل.
والان راح نتعرفوا على النتائج الجزئيه فقط، يعني تقدروا تبدلوها اذا ما عجبتكمش. دوك نتعرفوا على النتائج الجزئيه. نعم، المليك مليك في المركز الاول بنسبه 48.92. طبعا مثل ما قلت من الاول انه النتيجه تقدروا تغيروها وما زال بايدكم طوال هذه السهره. ما تنسوش تبعثوا اس ام اس على رقم 66025 برقم الطالب اللي انتم تفضلوه. الحانوا شباب برعايه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، ومن بين الفنانين المنخرطين في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره فنان وصل الأغنية القبائلية إلى العالمية، الفنان يدير أغنية لفهمة بصوت نسيمة وعشور، لكن بعد الفاصل. واش بيلاتيست اليوم ولا في شي اندوماجي هو حصر مع لي زالبوم انت جاي تيليشارجي كيفاش حبيتي يكونوا لي دروا دوتور وانت بالموتور دروشرش حتى حاجه ما طراتي تزيد تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيل وقالا كارير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمه تا واحد اخر تقبل بيها وتقول تاعي وجاي بيها اليوم تفتخر. متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام. المترشح رقم 2 شمس. المترشح رقم 3 شروق. والمترشح رقم 4 مليك. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. كل الجدود سواف ولا سيد مني تكيني تغري بقدود فينا نندف عمري ذن غك شال الجدود سواف ولا سيد مني أكو في وش بلي أسكت زمن بلي أكو في وش بلي أسكت زمن بلي ما نكرم تذي ويني تذي ويني وأم كل يدود يحلق فينا اللي أم كل فينا اللي تحلقنا حرمة كنت تغري
معلال زتي وغزيوان سمنا غفوذ وري جلال فانا غني فاوان إمي غفري بنتلليه إذن شرم سدوك ليه إمي غفري بنتلليه إذن شرم سدوك ليه غسل زمر خسي السواي خسي السواي أم كل قدود حلق شتين الليه أم كل في اللي تحلق الحرمات أم كل الحرمات حلق شتين تنمير ثاطا ساطاس لنسيمة وعشور على أداء هذه الأغنية، وأكيد ندى عندها رأي على هذا الديو. تفضلي ندى. يعطيكم الصحة. سيغمو يعطيكم الصحة. صراحة اليوم شفت أحلى ديو صراحة، خديته بالنصايح تاع المرة اللي فاتت. أكيد حسيت واحد الانسجام بيناتهم كي كانوا يغنوا، هذا يرفد هذا وهذا يخزر في هذا، يعني فريمون يعطيكم الصحة اليوم. حاجة واحدة أخرى يمكن كلمة تزيد إضافة؟ إضافة على واش قلتي وأنا راني معاك ندى، أنه حتى أنهم كانوا يعني بالنسبة للطاقة ما داروا بالزيادة ما داروا بالنقصان، إي سا سي تخي تخي بيان. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة، شكرا لسيمة. نبقى مع أغاني الفنان الجزائري العالمي، لكن هذه المرة مع أغنية ثنائية اللي جمعتهم مع فرانسيس كابريل، أغنية لا كوريدا مع فلة ومليك. يقول له غردة صخرة أريني سيه وني غرو
avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. C'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Il rachit que finesse est fausse. Mais qu'il dit que revise l'eau. Havraï ou m'venis choix. Rafi d'amnigou. Tout n'y fait qu'il d'amour. يعطيكم الصحة فلة ومليك. نروحوا نستمعوا إلى رأي اللجنة والآن مع فنانة كريمة نايت. وش رأيك؟ فلة مبدئياً أدائك وحضورك اليوم وش نقول لك؟ يعني باغابور وكاستين كي شفتك أول مرة راكي تو سوتي دو ديبا راكي سوتيتي. سانسيرمون الصوت طبعا يعني صوتك رائع اليوم بصراحة وأدائك وطريقة التنو ديالك سور سان يعني ماشى مع الأغنية فرانسيس غابريل لا كوريدا tu bouges pas et c'est très très bien avec le thème هاد الأغنية والكونتاكت حتى مع مالك كان لا قدو par contre مالك صوتك أنا يعجبني بزاف c'est vrai mais راك حسيت راك في اون بول راك في في عالم وحدك دي فوا صح تروح ليها شويه مي ناقص ناقص بزاف ناقص وكانك ماراكش موجود فاهم يعني فو فيغ اتونسيون ا سا نتمنى لك اليوم حظ يعني حظ سعيد ان شاء الله مع اللجنه ومع الجمهور مي فو فيغ دي زيفور مالك حبيت برك نضيف الفله انا واش يعجبني فيها التزامها على على المسرح se concentre مع لا شونسون تحاول كيفاش باش تقدر الشيء اللي تقدر عليه نقول لك حاجه واصل لي هكذايا لانه تعطي قيمه للونيا مالك نقول لك ان شاء الله لا بروشين فوا نشوفك متحمس سيغ سان نحسك كانك عايش عالم اخر نحسك بارد سيغ سان لازم الاغنيه تمد لها نحس باللي كان صوت راهو هنا في المسرح راهو يمشي مع المتسابقين باش ينجح شغل نحسك شغلك مخليها هكذاك نو لازم نحس فيك هذاك الحماس فهمتني بون ريوسيت فلا شكرا كريمه وندى تفضلوا معنا ويعطيكم الصحه شكرا نبقى مع جو الأغاني الثنائية اللي فيها مزج بين الطبوع واللغات ديسباسيتو أغنية عالمية حققت نجاح كبير خاصة في العالم العربي لما عملوها كافر مع أغنية عربية عراقية أخيرا قالها اللي راح نسمعوها بصوت شروق وعماد We'll be right back.
حبك لا انا قلبي 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 توكل بعد اخيره قال قال حبك لا اخيرا قالها قال احبك قالها انا قلبي 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 توقف بعد اخيرا قالها قال احبك قالها Respirato despacito, deja que te diga cosas al oído, para que se acuerde si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, firmo las paredes de todo el laberinto y hacer ver tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu vuelo, quiero ser tu ritmo, y el ceniza mi boca. قال احبك قال انا قلبي 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 توقف بعد من فديتنا العيون قال احبك وبجنون ودي اعيش ودي طير في الدنيا بقربها وحدة احبها من زمان ما يحس احبك كان وانا كنت عاني من زمان تاني وقتها اخيرا قالها قال احبك قالها despacito voy a respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para desacuerde si no estás conmigo despacito voy a respirar que sos despacito cuerpo en las paredes de todo el laberinto y hacer banda cuerpo todo manuscrito pasito, pasito suave, suavecito donde vamos pegando poquito que le hicieras a mi boca tus lugares favoritos favorito, favorito, pasito, baby pasito, suave, suavecito donde vamos pegando poquito hasta provocar tus gritos y que olvides que abuelito شكرا لشروق وعماد والآن نروح مع أستاذ حكيم. حكيم مثل هذه الأغاني اللي تثبت أنه الموسيقى ما عندهاش حدود، إلى أي حد نجح ثنائي عماد وشروق في هذا الأداء؟ وش نقول لك؟ هاي الهدرة. أقول لك حاجة، أنا كنت حاب الأغنية تزيد تطول وأنتوا ما نقصتوا لها، أمين دحان. علاش نقصت لها اخويا علاش كي بدات تحلى كنت راح نوض راح نوض تلمو عجبوني كنت راح نوض لي جون زاد فورميدابل الله يبارك تعطينا واحد الصوالح تاعك كيما سمعناهم نهار كان الزيار نهار كانت الحاله هكا تصفق سمعناهم واليوم انا سمعتهم حاجه شابين الله يبارك و مادموازيل سرور انا جي كونفيونس اون تا فوا واني داير ثقه كبيره فيك باسكو نهار سمعتك لا بروميير فوا قلت هذه من خرجت خلعتيني غنيتي اغنيه تاع الراي بصح غنيتيها لا كلاس دونك انا نشوف بلي لو ديو هذا جاب لي ربي جاب لي ربي يا سي الميور ديو بالنسبه ليا سي فري كو سي فري باش نتفاهموا صح
صح الاغنيه شابه، الاغنيه شابه فيها واحد مي بصح انتم عطونا احنا ما فقناش روحنا، كنا اونيتي كومبليتمون فواياجينا معكم كي حنا كي البوبليك ولا لا لا البوبليك. فوالا فوالا يعطيكم الصحه. شكرا للفنان حكيم صالحي، شكرا عماد وشروق، تفضلوا معنا. البرام الثاني مازال متواصل، وكذلك تصويتكم جمهورنا الكريم مازال متواصل عن طريق الاس ام اس على رقم 66025. متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأس ام اس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام. المترشح رقم 2 شمس. المترشح رقم 3 شروق. والمترشح رقم 4 مليك. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. ما ساعدنيش الحظ هذه المرة، لا عجبتكم ولا حبيتوني وحبيني نكمل في المسابقة، صوتوا لي ما تنسونيش، رقم تاعي 1. باي باي. للأسف بعد ليفالياسيون اللي دارته لجنة التحكيم كنت مجمع اللي خرجوا نوميني أنت ولا أنت، لكن حابين إن شاء الله نكون في المنافسة، ماذا بكم تعاونونا بليز اس ام اس، ما تنسوش نيميرو 2 شمسو. سالو تو مي زامي تو الموند، جيسبر تكونوا بيان. الوغ كيما راكم تشوفوا راني نوميني، إذا راكم حابين نبقى في لا كومبيتيسيون ما عليكم غير تصوتوا على نيميرو 3. مازال في اللون، جيسبر تكونوا بيان. بعد ليفالواسيون تاع المردي لي بروف تاعنا كو جي ريسبكت ديسيداو باش نكون نوميني، اي دونك على جلال الشيء راني معكم باش نطلب منكم شويه لي اس ام اس باش ان شاء الله نعاونوا لا كومبيتيسيون بكم. دونك اذا حبيتوا صوتوا على رقم 4. نروحوا مشاهدينا نتعرفوا الان على النتائج الجزئيه حسب تصويتكم انتم محبي ومتتبعي الحان وشباب. بعد قليل راح تظهر على الشاشه. مليك ما زالوا في الصداره بنسبه 46.73. هذه النتائج الجزئيه فقط لتصويتكم، كملوا دائما على رقم 66025 بارسال رقم المتسابق المفضل لديكم. من اجواء التنافس الى اجواء مليئه بالاحساس، اغنيه عكس اللي شايفينها لملكه الاحساس اليسا راح نسمعوها بصوت نور الهدى ورحاب في الحان وشباب برعايه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره مباشره بعد الفاصل. تمشي فيك من ودنك في الدنيا متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأس ام اس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام. المترشح رقم 2 شمس. المترشح رقم 3 شروق. والمترشح رقم 4 مليك. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح.
نور الهدى ورحاب، شكرا، يعطيكم الصحة. كريمة نايت، خبرينا هل غنوها كما يلزم ولا كانوا عكس توقعاتك؟ لا عكس توقعاتي دي تو. بالنسبة لنور الهدى إحساسك عالي عالي جدا، وأنا نحب صوتك يعني بالبزاف، ولكن علاش الابتسامة شفتها غير في الآخر؟ يعني كي كملتي حسيت هذا أوف، ما يعني ما استمتعتيش بأدائك بالأغنية، مع أنه الكلام كنت حاسة به، فهمتي؟ فو فيغ أتونسيون أسا، ما عندي ما نقول بالنسبة للأداء. نرجع للرحاب. رحاب أنا نعشق صوتك من الأول، أوكي، خاصة أنت جيتينا بالستيل ديالك في الأول، وكنا نقولوا احنا كلجنه هل رحاب راح تغني، يعني تقدر تغني دوتر ستيل من النوع الجزائري. رحاب متخرجه من مدرسه شرقيه، تحب الاغاني الشرقيه، صح؟ ف اليوم ادائك رائع، ولكن خذي بالك من الكلمات، يعني كي تغني في لغه ثانيه مع انك يعني راح تفي اون ادابتاسيون، لازم تعطي بعين الاعتبار انه مهم جدا النطق بالكلمات هذيك، يعني تا 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 احنا فاهمين، بصح تاخذي بالك من هذا بور لي بروشين شانسون اللي حنعطيهم لك الاساتذه، اوكي؟ فوالا. شكرا كريمه، وشكرا لرحاب ونور الهدى. ومن الاجواء اللي رانا عايشينها على المسرح مع الطلبه الى اجواء الطلبه داخل المدرسه، وقبل ما نشوفها راح حاضر معنا مدير المدرسه وجلده مختار. طبعا نرحبوا بالاساتذه اللي راهم حاضرين معنا، وخاصه بك استاذ. حبيت نسقسيك، هل يعني الطلبه تعودوا بسهوله على بيتهم الجديد اللي هو المدرسه اللي راهم عايشين فيها؟ شكرا. اولا نرحبوا بكل الجمهور اللي جاي يشجعنا، الطلبه تاع المدرسه تاع الحلم شباب. شكرا. بلا ما ننسى الجمهور اللي شاهد فينا من خلال التلفزيون الجزائري. بالنسبه لطلبه الحلم شباب، هم دايرين جو داخل المدرسة تاع أخوي، جو عائلي، وهذا من خلال التأطير اللي راهو موجود داخل المدرسة، من خلال الأساتذة اللي موجودين، من أحسن الأساتذة اللي موجودين داخل المدرسة اللي أطروا فيهم وياخذوا بالنصائح نتاعهم. ونظن أن النتائج واضحة بالنسبة للبرايم الأول والبرايم الثاني، كاين تحسن، ونقول لهم واصلوا وعملوا، لأنه النجاح يجيب بالعمل فقط. وفي الأخير نقول لهم نشكرهم على المجهودات اللي يبذلوا فيها. شكرا. شكرا بوجليده مختار، يعطيك الصحة. ومن رأي مدير المدرسة إلى الأجواء بالصوت والصورة في هذا الروبورتاج. الأسبوع الثاني بعد البرايم الأول، الطلبة بدأوا يتأقلموا مع أجواء المدرسة ومتاعب البرايم. كان لازم لهم وقت للراحة قبل ما يدخلوا في التحضير للبرايم الثاني والتقييم الأسبوع الأول. والخوف ظاهرين عليهم، والأساتذة واقفين معهم بالنصائح والتوجيهات والتشجيع. Je suis Flowen. Alhamdoulilah, Chabab. C'est ma première expérience dans le domaine qui est le fun. C'est vraiment une vraie famille. Il y a une ambiance, genre. Ici, il y a la famille, genre une autre famille.
يعني ما تحش روحك بعيد عن الدار. لا با دي مالونتوندو ولا شويه زعفنا فيا او كونترير يا توجور يا توجور دي بيرسون اي ديسن كي كونكوراجي نو في با سا نو في با سا اي سورتو سورتو لي بروف هنا. Pour le premier prime, c'était plutôt facile, difficile. Je sais que je suis Ayoura, je pense que les caméras, je les détails, mais quand même, ça a été bien. Et pour ma première scène, le premier prime, ça m'a très très bien parce que je n'ai jamais regardé la scène, Mais à la suite, pour la préparation deuxième prime, là, qui est bien. Normalement. J'espère qu'on va faire un truc génial. Et Inch'Allah, tu iras la nominer. J'espère que tu iras la nominer parce que qu'à l'heure de se posséguer, elle a l'air de se Voilà. وبالإضافة إلى هذه الأجواء الطلبة رغم يتلقوا الكثير من الدروس وعن الدرس الأول رح يحدثنا الأستاذ بالفروني تفضل أستاذ تحياتي لك سهيلة تحياتي للحضور وتحياتي للمشاهدين الكرام وش نقول لك على أول درس الأول درس هو دائما يكون مهم يعني الطلبة جايين يكتشفوا حاجة كاين اللي على بالهم بها كاين اللي ماشي على بالهم بها كاين اللي يتبعوا فيها في الـ في الـ في الطبعات القادمه كاين اللي يعرفوها يعني هذه التقنيه الصوتيه يعني الناس كامل تبعها كاين اهتمام كبير من جانبهم لان هما عارفين باللي هذه الماده التقنيه الصوتيه راح تدي لهم فائده كبيره للاصوات تاعهم لان كما فهمتهم الأغنية مأسسة على زوج جوانب الجانب الأول هو التقني والجانب الثاني هو الفني يعني إذا كان واحد عنده الجانب الفني وما عندش التقنيات يعني الأدوات لزوتي باش يطبق هذاك الفني راح ما ينجمش يغني وإذا كان عنده التقنية وما عندوش الجانب الفني أو الإيموسيون والآخر ما راحش ثاني ينجم يغني ولهذا هذه المادة هامة بزاف هما راهم يتبعوا فيها وكاين حتى كي نخلص الدرس يتبعوني لبرا يا شيخ انا يخصني الطبقه تاعي ما تطلعش وانا يا شيخ ما عرفتش كيفاش ندير الصوت تاعي يعني كاين اهتمام كبير في هذه الماده والحمد لله راهم يتبعوا ونتمناو لهم النجاح ان شاء الله ان شاء الله استاذ شكرا استاذ بالفروني شفنا مشاهدينا اجواء الطلبه داخل المدرسه اللي ولوا الان كلهم عائله واحده نعيش معاهم يومياتهم عبر قنوات التلفزيون الجزائري وكذلك عبر الصفحات الرسمية الخاصة للبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصلت إلى أكثر من 100,000 متابع على صفحتنا في الفيسبوك طبعا هذا بفضل محبينا ومتابعتهم الدائمة لنا وعلى المباشر راح نستمتع بصوت إدريس وشيماء في أغنية سنية والبير اللي كان أداها من قبل الفنان الكبير يوسف بوخنتاش
الريحية لا 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 بالمسك والعنبار الريحة فحت لا 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 وين الروح سمح يا عين وين الروح صبري لله لإدريس وشيمة. نروح نشوفوا معاه رأي حكيم صالحي. تفضل. حكيم صالحي والله غير واش نقول لك، حوستو بيا يوسف خنتاش نسلموا عليه بزاف بزاف، ان غران ارتيست. نبدا بك لا دوموازيل، لا جولي دوموازيل. شويه 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 كنتي ساعه ساعه تخرجي لي جرمو من لا توناليتي، مانيش عارف الى الفرحه ولا مي سا ريست باردونابل. ياك حاولي تركزي، راكي مانيش عارف لا راهم دو مون افي، بصح حاولي تركزي ليجيرمون. مرات مرات كنت شويه مي بون سي با غراف، يعني راكم في ليكول وكيما يقولوا لو بون بروف فور دو بون زيليف. وانا نلاحظ من المره اللي فاتت وهاد المره كانت بروغريسيون، كاين بروغريسيون كبيره في الاداء دو شاكان، ماشي غير نتوما مام اللي فاتوا، كاين لاسيرونس، كاين 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 واحد الصوالح انا نلاحظوا فيهم واحد اخرين، ماكم واحد اخرين ماشي كاع تاع السمانه اللي فاتت، الله يبارك. دونك سي جوست سا اللي كنت هي و لا كلاس اونكور اون فوا لا كلاس الله يبارك. ما زيدش تدخل بحاجه في جيبك باسكو تليفون واش عندك في جيبك هاك سور سان، دونك يفو ريان افوار في الجيب. لا فوا اللي راهي هنا حاضره توجور وعندك حضور شباب الله يبارك. فوالا راكم تتولموا بيان سور سان نوتر ديو كيما هذا وتفروها ان شاء الله. شكرا للفنان حكيم صالحي وشكرا لادريس وشيماء. تفضلوا معنا. ادريس وشيماء اللي غناوا معنا من غير ضغط منطقه الخطر اللي ما زالوا فيها كل من احلام شمس وشروق ومليك، والنتائج قادره تتغير في اي لحظه. ونروح نشوفوا مع بعض النتائج الجزئيه. مليك ما زالوا في الصداره بنسبه 41.18%. من تصويت المشاهدين الى اصوات طلبه الحان وشباب اللي راهم يتعلموا في المدرسه اداء الاغنيه الجزائريه العربيه والغربيه. When I was your man لبرونو مارس بصوت بلال وياسمين في برايم
حان شباب برعاية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 أحلام، المترشح رقم 2 شمس، المترشح رقم 3 شروق، والمترشح رقم 4 مليك. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا. في قرار الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى.
عند ياسمين. Thanks so much. نشوفوا مع الفنانة كريمة نايت. واش رايك؟ I was there where you were, you were, you were. كنتوا فيها complètement. C'est vrai, c'est vrai. شيماء, شيماء, la dernière fois, Hakim, واش قال لك؟ Tu as fait en sorte. وشكرا للأساتذة. Parce que je pense qu'ils ont fait en sorte باش تبدلي هذيك الحاجه اللي كانت فيك المره اللي فاتت وكيما خديناك في الكاسين كيما راكي اليوم سي تري تري بيان. بلال واش نقول لك؟ الفنانه كريمه نايت اسمها ياسمين. ياسمين باردون ياسمين. بلال عايشني الاغنيه والقوه اللي نشوفها في الصوت تاعك كي كنت تغني بالقبائليه راهي موجوده في الطابع هذايا الغربي. في اتونسيون برك الحاجه العرب اللي عندك في يعني الستيل الجزائري حاول ما تستعملهاش بزاف في في الغربي. يا يو كالكو زيغور مي معليش يو وير ان ان ان. ثانك يو كريمة نايت. شكرا لبلال وياسمين. وكما راكم تشوفوا مشاهدينا حضورنا الكريم انه طلبة الحان وشباب يغنوا بمختلف اللغات وعلى مختلف الايقاعات، والاجمل من ذلك انهم دائما متمسكين بالاغنية الجزائرية الاصيلة كاغنية خل خالك مال للفنان القدير رابح درياسة. نسمعوها بصوت صالح ومختار. خذ خالك مال خبى لي عقلي تخبى لي يا طفلة خالك مال يا طفلة خذ خالك مال يا طفلة خذ خالك مال خبى لي عقلي تخبى لي يا طفلة. والجد مربعي تمايل يا طفلة خل خالك مايل والجد مربعي تمايل والسالف شلال سايل عنصر نازل من الأشبال يا طفلة يا طفلة خل خالك مايل يا طفلة خل خالك مايل خبر لي عقلي تخبر يا مكحولة سمرة والحنة في ديكي حمرة يا طفلة مكحولة سمرة والحنة في ديكي حمرة يا طفلة داوي مطولك يا قمرة ما تفلينا لي يا طفلة خل خالك مال خبى لي عقلي تخبال يا طفلة يا طفلة خل خالك مال يا طفلة خل خالك مال خبى لي عقلي تخبال يا طفلة. حاسد خمسة يا محلى قدك بالرقم
مربع يتمايل والسالب شلال سايل عنصر نازل من الأجبال يا طفلة مختار وصالح يعطيكم الصحة. ندى، نظن أنه مهمة صالح ومختار كانت سهلة مقارنة بالثنائيات السابقة لأنه طبيعة الحال صوتين رجاليين، توافقيني ولا لا؟ لا أكيد، الأغنية للفنان الكبير الجزائري رابح درياسة نوجه له أكبر تحية من هذا البلاتو الجميل، ربي يطول في عمره إن شاء الله. من أجمل الأغاني نحبها أنا خل خالك مالي طفلة، بالتوزيع الجديد للمايسترو أمي دهان يعطيه الصحة. لا 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 لا، على بالك مقبيكي كانوا يتمرنوا فيها وهذا المقطع قاعد هنا يزن في ودني. شوفي كي يكونوا لي ديو هكذايا مع كي يكونوا زوج اصوات رجاليه يكون سهل، كي تكون امراه مع راجل يكون دائما فيه صعب في الطبقه تاع الصوت في لاتوناليتي. انت ما شاء الله عليك من اول يوم شفتك متمكن ما شاء الله عليك. صلاح ما عندي ما نقول فيه، صوت طربي، نتمنى له ان شاء الله كل النجاح، احسنتم في هذه الاغنيه بالتوفيق. ميرسي ندى، يعطيكم الصحه مختار وصالح. طبعا بعد ما سمعنا كل اصوات طلبه الحان وشباب، نخبركم انه في هذه اللحظات التصويت اتوقف وراح نتعرفوا على النتائج النهائيه بعد اطلاله ثانيه لنجم سهره اليوم بلال صغير في برنامج الحان وشباب على التلفزيون الجزائري برعايه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، لكن مباشره بعد الفاصل. جامي نجرحك ولا نبكي، دموع الفرحة شوفها في عينيك نهار كل شبغالي نعيش في هذه الدنيا، نويتك من حياتي ما كنتي شريكة حياتي سنيت عليك، جامي نجرحك ولا نبكي، دموع الفرحة شوفها في عينيك نهار كل أنا صايح حطيت قلبي على اسمك، حققت الحلم ونولي ملكك، وما كان عايش ما كان عايش، انت اللي تمنيتك انا من صوري، نكمل معاك سنين باقية من عمري، ما تسمحيش ما تسمحيش. بنتك انا ربي كاين، نطر امور ما يروحش باطل، كلمه وحده كون معاك راجل، الا غلطت معاك معليش نحاول، المهم ما تروحيش، الرول تاعي معاك باين، ويلاغ بنتك انا ربي كاين، نطر امور ما يروحش باطل، كلمه وحده كون معاك راجل، الا غلطت معاك معليش نحاول، المهم ما تروحيش. انا صايح حطيت قلبي على اسمك، حققت الحلم ونولي ملكك، ما كان عايش ما كان عايش،
نسي اللي تمنيتك انا من صوري نكمل معاك سنين باقيه من عمري ما تسمحيش ما وعطيني عهد ما يفرق بيناتنا حتى واحد في دال غير ليك عمري غير انتي تعرفي بسكري ونعيش ايسوار ضري كيف ما فيه شكونك مراد وعطيني عهد ما يفرق بيناتنا حتى واحد في دال غير ليك عمري اي غير انتي تعرفي بسكري ونعيش واي سوار بري كيبها ما بيشوف انا صايح حطيت قلبي على اسمك تحقق الحلم ونولي ملكك وما كان عيش ما كان عيش انت اللي تمنيتك انا من صوري نكمل معاك سنين باقية من عمري ما تسمحيش انا لا 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 ما تسمحيش Merci, شكراً, merci beaucoup. Quatre ans, merci. شكراً للنجم بلال صغير اللي راح الآن تكشف لنا سر من أسرار نجاحك لطلبة الحان وشباب. مساء الخير من جديد. واش سر هذا النجاح؟ واش سر هذا المحبة؟ محبة الجمهور لك؟ أنا شرف لي كبير. ما نقول لك سر نجاح بلال صغير، ولكن نقدر نقول لك سر نجاح أي فنان هو حب الغناء أولاً وقبل كل شيء. وكما نقولوا إحنا الفن بحد ذاته هو أخلاق وتربية. وأنا ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يحفظك. والفنان كوم يكونش الجمهور، صدير الجمهور هو اللي يصنع الفنان. ما يقدرش فنان يكون وحده بدون جمهور. صدير أنا بلال صغير، سي غراس مون بوبليك أنا راني بلال صغير. أنا نحييه بزاف بزاف. وكما يقول لك أصحاب المواهب اللي راهم معانا الحظ. شكرا شكرا، والله غير شرف لي كبير، والله ما تحرجونيش سي بون. والحظ كيما نقول لك حان وشباب خرجت عمالقه، استدير وهاد اصحاب المواهب اللي راهم معنا لي كونديدا هادو راه عندهم حظ كبير، باسكو راهم بين ايدي اساتذه. اي فنان جزائري يتمنى باش يتعلم من عندهم ويدير الخبره تاعهم. ولا بريف انا شرف لي كبير راني امام لي جيري هادو اللي صنعوا اغنيه الجزائريه، كاخ خويا حكيم صالحي، ندى، اخت كريمه، ومن ما ننسوش قائد الفرقه امين دحان خويا معتصم ليك بكاع الجمهور. يعطيكم الصحه، ميرسي، شكرا بكم. يعطيك الصحه، وهذا شرف لنا كمان انك تكون معنا في هذا البلاتو. نشكرك استاذ، وان شاء الله تكون استمتعت معنا في هذه السهره. السلام عليكم. وصلنا مشاهدينا الكرام الى اللحظه الحاسمه مع احلام شمس شروق ومليك. أحلام شمس شروق ومليك هم اللي راهم راح يقفوا في دائرة الخطر، وراح نشوفوا شكون منهم اللي أخذ أعلى نسبة من التصويت. هذه هي قواعد المسابقة، أربعة في منطقة الخطر، صوت أنتم مشاهدينا اللي راح تفوتوا عليه وتخلوه يرجع للمنافسة. الصوت الثاني راح تنقذوا لجنة التحكيم، والصوتين للأسف راح يغادروا المسابقة لكن راح يكملوا دراستهم في مدرسة ألحان وشباب. والآن نشوفوا النتائج. Thank you.
باللي صوتوا له هو مليك بنسبة 41.69%. مليك مليك مليك، تعال تعال، مازال مازال مهضرنا. الحماس الحماس مش حاب يبقى واقف في منطقة الخطر. وش إحساسك بعد ما شفت إنه الجمهور على كل يعني كل وخيرك أن تبقى في المسابقة؟ اولا حاب نشكرهم بزاف بزاف، نقول لكم يعطيكم الصحه بلا بكم ما نكونش سلكت. ثاني كان كاين ستريس وضرقه، الحمد لله يعطيكم الصحه. شكرا، يعطيك الصحه. والان راح نشوفوا لجنه التحكيم ونشوفوا رايها واش راح تختار من بين الطلبه الثلاث اللي راهم في منطقه الخطر. احلام وشمس وشروق راهم ما زالوا عايشين ستريس. لجنة التحكيم هي اللي راح تختار الصوت الثاني اللي راح يكمل معنا المنافسة. نادى الريحان، ما زالوا يتناقشوا. أظن أنه الاختيار جاهم صعب. نوصل رسالة من حكيم الكريمة. تفضلي نادى. أنا متمنية أنا ولجنة التحكيم أنه باش نودوا فرصة ليهم كاملين، لكن لا ديسيزيون انه لازم نختاروا واحد من ثلاثه الطلاب اللي بقاو معنا. نمدوا الفرصه لشروق. شروق، الف مبروك شروق، تفضلي معنا. طبعا هذا الشيء واختيار اللجنه راح يحملك مسؤوليه اكبر، واش تقولي لهم؟ ميرسي ميرسي بوكو اللي مديتي لي فرصه ثانيه، نشكركم كامل ونشكر كامل اللي فوطعوا عليا بلا ما ننساوهم. ميرسي، نتمنى لك التوفيق. وطبعا تفضلي معنا. وطبعا احلام وشمس راح يبقاو يكملوا دراستهم في المدرسه. وبهذا الوقت بالنسبه لينا يكون البرايم خلاص، لكن بالنسبه لكم مازالوا متواصل باش تتابعوا يوميات طلبه الحان وشباب على التلفزيون الجزائري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي في البرايم الجاي اللي هو البرايم الثالث مع كل شيء جديد وبروجرام جديد. طبعا الحان وشباب، الطريق الى النجاح والنجوميه. باي باي.